أحسن الله إليكم. سؤال آخر من أحد الإخوة رمز لاسمه بمحمد صالح من تبوك، يقول: هل يعذر بالجهل في مسائل التوحيد من لم يبلغه الحكم؟ بمعنى عندنا في بعض القرى ينتشر الضعف في التوحيد، فما حكم ذلك لدى عامة الناس خاصة؟ التوحيد والشرك والزنا والربا هذه من الأمور الواضحة، من الأمور الواضحة التي لا يسع المسلم جهلها، وهو يسمع القرآن، يسمع الأحاديث، يسمع المواعظ في المساجد وفي الدروس وفي برامج الإعلام، فهو ليس معذورا، زال الجهل. إنما يعذر بالجهل في هذه الأمور من كان منقطعا عن العالم ولا يصل إليه شيء ولا يسمع شيئا. وأما من يختلط بالعالم ويسمع وسائل الإعلام فهذا ليس له عذر، بلغته الدعوة، بلغه الإسلام، بلغه النهي عن الشرك، وبلغه الأمور الظاهرة والأمور المعلومة من الدين بالضرورة. نعم.